رأي حضرتك في النادي الأهلي في المشوار الأفريقي، بداية طبعا الخطوة الأولى سونديب، وأم أهم اللاعبين اللي كان ليهم كمان سبب واضح في حصول النادي الأهلي على التسعة؟ والله هو التيم كله بصراحة يعني خلال السنتين اللي فاتوا دول الأهلي عمل نوع من الحاجة في الكرة صعبة شوية، هي موضوع الترميم، وده اللي دايما الأهلي والزمالك وريال مدريد برشلونة اليوفنتوس الإنتر كل الفرق الكبيرة دي كلها جمهورها الكبير ما بيخليش تصبر عليها تعمل عملية بناء لفريق جديد، فدايما صح. وانت ماشي في السكة حتى من ايام الكابتن هاني بتلاقي دايما بتدخل حد مكان حد. النادي الاهلي كان عنده بعض المشاكل في موضوع القلب عالجها، وبدا يظهر واحد زي ياسر ابراهيم لعيب هايل عجبني جدا، بدر بنون اضافه كويسه علقت له كتير انا في مع الكوره. رايك ايه في بدايته مع النادي الاهلي؟ لعيب ممتاز عنده ثقه بنفسه، والبطولات السريعه اللي خدها بسرعه في اول مبارياته دي بتصنع منه طبعا، بتدخلك في بطاقه النادي الاهلي، لان طبعا الفرق الكبيره مش اي لعيب يقدر يمشي معاها يا كابتن. طبعا اليو ديانج حاجه دلوقتي، انت كنت بتكلمني اثناء تريد تقول لي لعيب جدا يا كابتن هاني، لعيب بوكس تو بوكس، لان بصراحه يعني انا بشوف دايما على قد خبرتنا القليله في الكوره ما ينفعش اثنين الارتكاز دول، لان خلاص ما بقاش في لعيب اسمه ديفندر، دي ديفندر دي اتلغت في الكوره. دلوقتي اللعيب الارتكاز دول لازم يكونوا شبه بعض، يعني واحد بوكس تو بوكس زي ديانج، واحد تاني بيكون مثلا برو اكشن شوية. برو اكشن يقدر يستخلص الكوره كويس زي فتحي ممكن يعملها. لكن طبعا يعني فتره عز امجاد حسام عاشور كان بيتعمل، لو اتنسقت الامور دي في الحته دي بتاعت نص ملعب هتبقى ممتازه جدا، لان طبعا عظمه جوارديولا كله كابتن هاني كانت في قوته الدفاعيه. يعني جوارديولا انا حضرت له يمكن تمرينتين ثلاثه في برشلونه، شغله 75% كله على الشق الدفاعي، رغم الشكل العبقرية. الحلو لما تيجي تتكلم انت لحد ممكن ما يصدقكش، لكن كل شغله كان على المستوى الشق الدفاعي، حتى على مستوى حارس المرمى. يعني حارس المرمى من 5 6 7 تمارين في الاسبوع كان بيلعب تمرينتين معاهم لعيب كوره، بيلعب كوره بينزل يعمل تقسيم، عشان هو لو هو بقى لعيب عادي بيستخدم رجله اكتر من ايده. كل دبه نمله هو بيشتغل عليها، وكل حاجه بتتقطع عليها. الجزء البدني عندهم في بايرن ميونخ في 3 بيمرنوا، وعندهم هيد كوتش ومعاهم 2، فالجزء العلمي ده اللي بقول لك عليه ده شغال عليه الفرق بشكل كويس جدا. النادي الاهلي زي ما قلت لك تطور طبعا بشكل كبير، لان الاهلي برضه بعد جيل عظيم جدا اكيد امر طبيعي هيحصل، اكيد بيمر بفتره شويه عدم اتزان. لكن خلينا نبدا كمان بالشناوي اللي عامل موسم اكتر من رائع. الشناوي انا يعني عارف ايه، فرحان للي وصل له، بس على مستوى يعني واحد ابن مصر وكان نفسي بدري جدا يكون كده، او كان نفسي من بدري يكون كده. وده الجزء يا كابتن هاني اللي بقول لك عليه، ان احنا عايزين نخرج من عندنا حته جزئيه الانديه، لازم نخرج من دي، ولازم نخرج من العباءه دي، ولازم الولد من صغره تبتدي تحضره تثقيفيا زي صلاح. يعني انت دايما بنتكلم على صلاح ليه؟ لان صلاح خلي بالك كابتن هاني انا بشوف مش رجله الشمال اللي وصلته، يعني مش رجل صلاح الشمال هي اللي وصلته لمحمد صلاح. انت لما تقعد معاه دلوقتي حد مختلف خالص طبعا. يعني صلاح عنده وقت يقرا فيه، صلاح عنده وقت يعمل فيهم ورك في البيت ومستمتع بده. محمد صلاح مثلا لما راح، انا مره قعدت معاه مثلا في روما، بيقول لك انا قبل ما اجي ايطاليا ما كنتش بعرف اجري في الملعب، سباليتي علمني ازاي اتحرك في فلعيب كوره دماغه هي اللي مطوراه اكتر. ده حقيقي طبعا. فهو نفس الكلام، لازم من الصغر حته التكنيك والوضع من بدايه اللعيب التاسيس بتاعه بشكل كويس هيفرق. الشناوي دلوقتي ما شاء الله حاجه رائعه جدا. علي معلول فرقة كويسة كلها دلوقتي، وموسيماني مدرب من المدربين اللي بتحب الكورة وموجودة مع اللعيبة دي. شفت تجربته سريعا ازاي وقدومه على مهمة كانت صعبة جدا، ومشوار صغير لغاية دلوقتي الموسيماني، خلينا نتكلم بكل أمانة مش كبير. بس جه على بطولات. هو مدرب مبخوت جدا. أول حاجة لأنه درب سان داونز، وسان داونز فرقة من الفرق اللي عندها جزء مادي كويس، وعنده إدارة كويسة، وعنده دعم مادي كويس، وده أهم حاجة بالنسبة للمدير الفني يا كابتن هاني، إن أنت بتجيب مدير فني يمشي مع اللون بتاع الفريق. في سان داونز عمل فرقة كويسة وعمل حالة جماعية كويسة لحد دلوقتي، يعني ممكن نقول. بس هو زي ما قلت لك جه على بطولات وجه على ارث، هيبان بقى في الفترات اللي جايه دي طبعا ان هو يخش بقى في سكه انه ممكن ان شاء الله يبقى قاعد سنوات طويله. لكن هو عنده حاجه كويسه انا بشوفها، مش قريب قوي منه كمدير فني ما اعرفوش شخصيا، لكن حاسس انه عامل الفه مع اللعيبه يعني. وده 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 جزء مهم جدا جدا أكيد. في الكوره. لكن المدرب يورجن كلوب شويه، يعني شخصيه يورجن كلوب شويه واخد مع اللعيبه واخد منها. لكن طبعا المدرب الاساتذه الكبار زي حضرتك كده يقدروا يقيموه طبعا ازاي في لحظه فقدان الكوره ازاي. عشان كده هي لجنه الكوره في النادي الاهلي طبعا فيها اسماء عظيمه جدا،
دول على طول بيتابعوا اكيد، فطبعا دول مدربين كبار، كابتن محسن وباقي الاخوه كلهم، فطبعا دي اكيد مع كابتن محمود وباقي الاسماء كلها. فمهم جدا جدا دايما النادي الاهلي جمهوره ما بيرضاش بال صحيح. مركز الثاني ده بالنسبه لي ما نفهموش سيء جدا جدا. فطبعا ده بيعمل لود وبيعمل ضغط لكن زي ما قلت لك لما بيكون في استقرار اداري كويس جدا واستقرار فني، لان هدوء المدرب بره بينعكس على لعيبه الكوره، ولاعيب الكوره خلاص دلوقتي من كتر تطور الكوره ما بيحتاجش ان الكابتن هاني يقعد معاه بالليل ويقول له هنلعب بكره. هو اللعيب ذكي جدا، مجرد ما بيشوف الكابتن هاني عليه ضغط ازاي، عليه حاجه ازاي، عارف متطلبات المباراه. لكن الفرقه بدات ملامحها، مجموعه اللعيبه اللي بدات ترجع دي هتعمل برضه اخد رايك فيهم. انت عندك دي ممتازه جدا يعني انت اللعيبه كلها تتكلم على محمد شريف، اكرم، صلاح، محسن، هاي بس يعني. هو دايما الاهلي ليه لعيبه انت بتشوفها تعرف انها تقعد 10 و12 سنه. يعني الاهلي دايما لازم يحتاج هاني رمزي يقعد 12 يعني 6 سنوات يقعد في المنتخب، نفس الكلام لعيبه الاهلي والزمالك ولاعيبه الفرق الكبيره لازم تقعد سنوات موجوده كلاعيبه اساسيه. يعني سترايكر الاهلي مثلا عماد متعب يقعد فتره، الاثنين الديفندر يقعدوا سنوات طويله. ده الاهلي لما بيجي لك حد مش في الترس، يعني هو الاهلي ترس، لو ما فيش واحد ركب معاه ما بيقدرش يلعب، او لعب فتره صغيره ويبقى طب والمدرب القليل، والمدرب القليل النادي الاهلي يعني ما يقدرش يكمل مع النادي الاهلي.